سيدي كاين واحد الكتاب فوق على المكتب هو هنا باش يكون غصاوق باش يكونسيون اللي جاي يجلس بجلاس كنت لي عندي شي تعالي البروكي في مدرسه الجبل ما عرفتش كيفاش غنطلع برا ما راك ما ولي علينا هو جزاك الله شكون اللي معايا هذاك الشيء شكون كي معايا جمعية هما هادو هادو لي زونسيان كومباتون شوما يجلسوا الناس في هذا الكراك هذا هكا شوما الناس كبار نصاوب هذا الشيء باش نشوف محل مستوى ولا كافيتيريا باش الناس اللي جاو هنايا يدوزوا وقتهم يلعبوا ولكن غتكون حتى مناسبة اللي كما هو ولد البارح باش نصفوا مع الجميع باش نجتمع شي واحد فيهم تبداو ديروا أنشطة هنايا الفاتحين فاتح المؤسسة فاتحة على بقية يعني الفئات ديال لأن لوفيت أنكم دائما كتبقاو دائما مجموعين بوقتكم ماشي في مصلحتكم غادي نديرو شي حملة شهيرة أو غادي نديرو هاد المبادرات الأولى يبقى الاتصال قائم من بعد ياك أسي فولاس 27 سنة هادي الفلوس بقيت نقول لكم أنت بقى هادي تعرفو ولا متعرفوش بوات فولاس هذا فاعل جمعة 27 طون دو سيرفيس شوفور ياك شوفور كونفويور 30 عام شيفور ما بغيتش نقول شي تفاصيل ديال الاعلان. 30 سيرفيس. الا عاود لك شي حوايج. 19 يوم كنت حبش النعاس في هذيك الدار اللي جايبه لنا الماء من مراكش اللي كنعسوا فوق الفولو. 19 يوم. 22 عام يجيو يا احترام يا احترام يجيو يتعلموا. كنقول لك اشنو هي يجيو وفرقوا العلان هادو يدوزو يعاودوا لهم واحد الجيل كيفاش داز ويسمعوا ما يهضروش يسمعوا بما فيهم في الدواج نعم سمع سمع ياك السي الحاجه اللي ما عندهاش هوت ما كايناش ماشي قليل شويه كنهضروا ريوي الشفويه
الا بغيت تفهموا اهميتكم تقراو ديك الكتاب اللي كتبت لكم تما الشكر موصول سيد العامل على الزيارة ديالو للمقر ديال الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين والعسكريين. كنشكرو على هاد الزيارة ديالو وعلى الوعود اللي عطانا إن شاء الله يعني بعد الإنشاء ديال الفضاء فين يجلسوا المحاربين القدماء والعسكريين. ووعدنا يعني إنشاء كافيتيريا هنايا في مقهى فين يجلسوا المحاربين. و يعني الاولويه لان ملي كان هاد الدعم معنوي فهو يعني فهو تحفيز الجندي او المحارب تحفيز معنوي واللي يعني خلاه انه يحس بالوطنيه. لكن الدعم المعنوي في الوطنيه ما كتباعش ما كتشراش. كان زياره مفاجئه السيدة عند يعني المقر ديالنا والحمد لله تواصلنا معه نهار 15 في هذا الشهر. من بعد يومين قام بزيارة ديالو والحمد لله على كل حال الحمد لله. وكنا دارسنا بزاف ديال النقاط اللي هي يعني تحاورنا فيها وعطانا وعد الحمد لله ومشكور ليه.